شوف في امتحان اخر السنه لما يبقى عندي 2 باتري، لما يبقى عندي 2 باتري شوف في امتحان اخر السنه لما يبقى فيه 2 باتري، شوف في امتحان اخر السنه هيجيب لي الاثنين باتري دول عكس بعض. عمرك ما هتشوف في الامتحان ابدا الاثنين باتري مع بعض، هيبقوا عكس بعض. همشي مع البطاريه الكبيره دي اللي هيخرج منها الكرنت، الباتري الكبيره دي اللي هيخرج منها الكرنت ويخش على الباتري الصغيره، يبقى البطاريه الكبيره خارج منها كرنت، خارج منها كرنت دي بتنقص، يبقى الفي بتاعتها في بي ماينس اي ار. البطاريه الصغيره دي بيخش لها كرنت، بيخش لها كرنت، ما دام بيخش لها كرنت يبقى بتزيد بتزيد بتزيد، يبقى بلس، يبقى الفي بتاعها بي في بي بلس اي ار. اكروس ريزيستنس على طول الفي اي ار وخلص نفسك، الفي ايكوال اي ار وخلص نفسك. ايوه يا مريم. انا مش فاهمه بتاعت اللي هي في 3 ايكوال في 1 ماينس في 2، مش فاهمها. بص يا مريم، اطلعي فوق تاني، شايفه الفي 3 دي؟ لو بصينا على حدوده، حدود الفي 3، الفي 3 اهو، شايفه الطرف ده؟ واصل مع الماوس بالطرف ده او الطرف البي 1. انزلي تاني. شايفه الفي 3 الطرف الثاني؟ رايح، اطلعي فوق اهو على اول طرف في الفي 2. يعني اقدر اقول الفي 3 بيحتضن في 1 وفي 2، يحتويهم جواه. طرف في 3 اللي على الشمال مع طرف في 1 اللي على الشمال. طرف في 3 اللي على اليمين مع طرف في 2 اللي على اليمين. يبقى كان الفي 3 يحوي داخله في 1 وفي 2. يبقى الفي 3 حاجه من اثنين، يا بيساوي في 1 بلس في 2 يا في 1 ماينس في 2. لو البصريتين مع بعض يبقى في 1 بلس في 2. لو البطاريتين عكس بعض يبقى في 1 ماينس في 2. واحنا بالحساب الفي 3 حسبناه اي في 2 طلعت ب 4.5. الفي 3 حسبناه بالايكويشن طلعت في 1 ماينس في 2، في 1 ماينس في 2 لما حسبناها طلعت برضه ب 4.5، برضه طلعت ب 4.5. يبقى في الحالتين كانت ب 4.5، في الحالتين كانت ب 4.5. تمام كده؟ احنا كده ستوب بقى النهارده كده، الجزء ده النهارده كده. انا قاعد برضه لو حد عايز اي حاجه نفتح تاني السكرين، واللي عنده اي مشكله وهو بيذاكر يقول لي في ساعتها، ما يستناش للحصه اللي بعدها او ما يستناش يوم الخميس. عايز يستنى يوم الخميس اوكي، الخميس بيبقى حصه المشاكل الساعه 8 تجهز حاجتك، بس يا ريت لو بره الملزمه تبقى باعتها لي الاول عشان تبقى معايا احطها على الكمبيوتر. يعني لو عندك سؤال خارجي عادي خالص اساله، بس انا هعرفه ازاي؟ فتبعته لي قبلها، ابقى انا كاتبه على الكمبيوتر وارفعه على الشاشه، ابقى انا كاتبه وارفعه على الشاشه. تمام كده يا جماعه؟ تمام؟ حد يرد عليا لو انتوا معايا. ها؟ مريم؟ تمام خلاص كده؟ احنا في الواجب خدنا لغايه بيج 14. في الواجب خدنا لغايه بيج 14. حل الواجب اللي عايزه اسالني فيه، حل الواجب اسالني عايزه فيه. واول ما ينزل المعاصر هقول لكم. المعاصر ده احسن كتاب فيزيكس، احسن كتاب فيزيكس، بس هو بينزل متاخر شويه. اول ما ينزل هقول لكم عليه. انا حاطط في الملزمه بتاعت الشيت الواجب اسئله المعاصر السنه اللي فاتت، بتاعت السنه اللي فاتت. ما اعرفش بقى السنه دي المعاصر هيغير نظامه ولا هينزل هو زي السنه اللي فاتت، هنشوف. انت ما تشتروش لما انا اشتري واقول لك. لو طلع زي السنه اللي فاتت هقول لك وفر فلوسك، السنه اللي فاتت كان ب 125 جنيه حرام يعني. لو طلع مختلف يبقى انا هقول لك هنجيبه هنشتغل منه ازاي. كتاب المعاصر اللي بيقفله بيقفل الفيزياء اخر السنه، يعني كتاب المعاصر اللي بيقفله بيقفل الفيزياء اخر السنه. بس كده، لو عايز حد يسالني في اي حاجه انا تحت امركم، انا موجود. اي سؤال انا موجود، لو حد عايز اي حاجه انا موجود. اي سؤال مستر؟ ايوه مستر، بقول لحضرتك الواجب كان لحد بيج كام؟ بيج 14. 14؟ صفحه 14. طب والحته اللي خدناها دلوقتي مش موجوده في بيج؟ مش موجوده فيها، مش موجوده فيه، بس اللي بعده على طول هتلاقي التركيز على حاجه درس اسمه السيلز والبارلل، ده هنبدا فيه الحصه الجايه، واخد بالك؟ السيلز والبارلل ده بقى مسائل الى ما شاء الله. يعني السيلز والبارلل ده مسائله بقى الى ما شاء الله فيها. بالمناسبه يا جماعه، انت كل ما بتتقدم في الفيزياء بتلاقي اللي ورا سهل. يعني الكلام اللي احنا بناخده ده دلوقتي لو انت متضايق منه شويه بعد حصتين ثلاثه هيبقى عبط. وهيبقى اللي جاي هو اللي هتتضايق منه. بعد ما نسيبه ونخش حصتين ثلاثه ثانيين هيبقى اللي ورا ده عبط. يعني كل ما بتتقدم مدارجك بتوسع، بتبقى الكلام الاولاني ده كلام عبط، كلام اساسي، كلام بدايات. بس اهم حاجه ما تسيبش حاجه مش فاهمها. الاسبوع ده كنت مبسوط جدا، لان الواتساب كان مشغول على طول،
على طول طلبه بيسالوا، طلبه بيسالوا بيعطوا حاجات يسالوها. انا ما تجيب لي اي سؤال من اي كتاب من ورق اي مدرس ما بقولكش لا، بحله لك على طول يعني، بحله لك على طول واخد بالك. ابعت لي وانا هجاوب على طول. ولو في حصه يوم الخميس عايز اي حاجه خارجيه ابقى ابعتها لي بس عشان اقدر انزلها على الشاشه واخد بالك. ما احنا ظروف مضطرين، احنا شغالين اونلاين. ما لو على لو احنا في سنتر كنت امسك الورقه واحل على السبوره على طول صنف عين، لكن دلوقتي ما هو مجبرين على هذا النظام يعني، احنا مجبرين على هذا النظام فبالتالي لازم نتعايش معاه. عندك حاجه خارجيه ابعتها لي الاول، اروح انا كاتبها ومدخلها على الكمبيوتر ونعرضها على الناس يوم الخميس. واتمنى تكونوا استفدتم وذاكر الدرس ده كويس جدا، لان زي ما بقول لك المواضيع اللي جايه بتكبر شويه والكلام ده هيبقى عبط بالنسبه للي فات. انا قاعد ولو حد عايز اي حاجه يقول لي اي سؤال انا موجود. يا مستر معلش انا عندي سؤال في نفس الحته الاخيره، انا ما فهمتش ازاي يعني تبقى ال V3 equal V1 plus V2 وبرده V2 minus V1. لا استني، انا قلت ال V3 equal V1 plus V2 لما يكون التو باتري مع بعض. تمام. ولي اسفه تمام. لما يكون التو باتري مع بعض، لكن يبقوا عكس بعض. يا مريم، مريم رحت فين؟ minus. انا موجوده اهو. لو البطاريتين مع بعض يبقى في 1 بلس في 2، عكس بعض يبقى في 1 ماينس في 2. الكبير يا حسن ماينس الصغير، الكبير يا حسن ماينس الصغير. تمام، هعرف منين الكبير والصغير؟ البطاريه في 1 12 والفي بي 2 3، ال12 اكبر من ال3 يبقى في 1 اكبر من الفي 2. ماشي كده؟ اسالوا انا لسه قاعد. لسه قاعد. ايوه يا نوران. ماشي يا نوران. مستر هيك ممكن ايوه يا نوران. نوران اتكلمي. ايوه مستر. هو حضرتك ممكن تشرح الحته اللي هي قبل ال V1 وال V2 وال V3 دي عشان النت قطع عندي؟ ال V1 وال V2 وال V3 اللي قبليها هنعمل كده وانت شاوري، ولو علق بقى بتاع ده تاني هتبقي تسمعيها من الايه، من الفيديو نفسه. هحاول بس اجيبها لك الاول. ثواني كده نوران، بالمناسبه انا شرحت الجزء ده وانا في الحصه عشانك. شكرا. ذاكريه كويس، ذاكريه كويس الله يخليك، عشان بس ما يكررش يبقى فاضي تاني. كنا بنشرح هنا اهو. لا دي برضو حضرتها اللي قبلها ولا اللي بعدها؟ اللي قبلها. وانت شاوري. هنا اهو. دي بسيطة جدا. بص يا ستي، لو بطارية خارج منها كارنت، الحتة اللي فوق اهي، لو البطارية خارج منها كارنت يبقى البطارية بتفضى. دي بطارية في وضع ديزي تشارج، بطارية في وضع ديزي تشارج بتفضى، بتنقص ناقص. يبقى الفي حواليها في بي ماينس اي ار، يبقى الفي زائد حواليها في بي ماينس اي ار. يبقى لو البطارية بتفضى خارج منها كارنت، لو الكارنت خارج من بوزيتيف يبقى الباتري دي في مود ديزي تشارج تفضى، ويبقى الفي 1 حواليها في بي ماينس اي ار. طب لو كانت البطاريه دي داخل عليها كارنت، لو كانت البطاريه دي داخل عليها كارنت، بطاريه كده داخل عليها كارنت، يبقى دي بطاريه في وضع ريتشارج، بتتشحن زي بطاريه الموبايل اما يبقى في الشاحن، بتتشحن شحن يعني بتزيد يعني بلس. يبقى الفي 2 في بي بلس اي ار. يبقى لو الكرنت خارج بتفضى بتنقص، يبقى الفي في بي ماينس اي ار. لو الكرنت داخل بتتشحن بتزيد، يبقى الفي 2 في بي بلس اي ار. طب حوالين ريزيستنس ما فيهاش كلام، دي حوالين ريزيستنس. لو الكرنت ماشي بريزيستنس، لو الكرنت ماشي بريزيستنس ما فيش كلام، الفي ايكوال اي في الار. يبقى اقدر اقول الفي ربما تكون في بي ماينس اي ار، او الفي ايكوال في بلس اي ار على حسب. الكرنت لو خارج يبقى البطاريه بتنقص بالناقص، يبقى الفي ايكوال في بي ماينس اي ار. لو الكرنت داخل يبقى البطاريه بتتشحن بتزيد يعني بلس، يبقى الفي ايكوال في بي بلس اي ار. اللي ما فيهوش كلام حوالين ريزيستنس الفي ايكوال اي ار. دول ولا اطلع تاني؟ نوران دول ولا اطلع تاني؟ تمام كده خلاص. طيب لو حد عنده اي حاجه يسال، لو حد عنده اي حاجه يسال. ياسر اسال يا ياسر، شايفك كده الصوت عندك مفتوح، ما تسالني اي سؤال ياسر. لا انا فهمت كله، بس الفكره في، هو انا عايز اعرف احنا كده خلصنا كده خلصنا؟ انا مش عايز اخش في الباور والانرجي، في درس اسمه الباور والانرجي.
مش عايز اخش فيها عشان هو ايه عايز ابداه من الاول يعني عايز ابداه من الاول. مصر هو ممكن حضرتك لما تيجي تنزل الفيديوهات على اليوتيوب تكتب بدل التاريخ اسم الليسن ومع البارت عشان بنتلخبط وكده. طب انا طب انا بعمل كده. لا حضرتك الاسم الفيديو نفسه بيبقى التاريخ مش مكتوب ليسن كذا وبارت. طب هشوف انا عارف اعرفهم ازاي بس انا ما ابعت لكم على الواتساب اما باجي ابعتهم على الواتساب ببقى كاتب البارت والشابتر ولا ما بيوصلكمش ولا ايه؟ انا هعمل اللي انت عايزه. لا لا بيوصل بس في ناس بتبقى فاتحه من اللاب الواتس واليوتيوب كمان ف طيب هحاول اعمل اللي بتقول ده ياسر عندهم كده بس انا من تخيلي واخد بالك ان انا كده لما بكتب لك البارت كذا والتاريخ كذا ان هي كده بتعرفك لكن ادينا بنعرف يعني ادينا بنعرف ان الموضوع اصل جديد يعني موضوع جديد. ده لو اخش على الفيديو من على الواتس من على الموبايل لو انت عايز تخش من بره يعني حاضر عينيا الاثنين عينيا الاثنين يا ياسر معلش ادينا بقول لك انتوا المرايه يعني انت المرايه انت بتدلني انا بشوف انت عايز تعمله لان موضوع الزوم ده جديد على الكل فادينا بنتعلم كل شويه بيبقى الموضوع احسن يعني كل شويه الموضوع احسن خاصه احنا ايام المراجعه مفيش مشكله بس كنا شغالين على اليوتيوب ايام المراجعه بينا كنا شغالين على اليوتيوب مش على الزوم واخد بالك بقى الزوم دخلنا بتقابلنا مشاكل بس كل شويه الوضع يتحسن هيبقى احسن شويه انا اللي تاني ياسر اشوف الموضوع اللي انت بتقوله ده ايه بس ممكن يبقى بكره الصبح ماشي ايه هيبقى بكره الصبح يعني هتصحى الصبح دلوقتي مش مشكله عادي بس ما كلنا كده بس ليه طب انتوا ليه انتوا خبراتوا دوس ولا لا نزلتوا دوس ولا لسه انا بدات ماث بيت ولا سنتر ولا زوم ولا ايه ده لا سنتر بس المستر عامل موقع لنفسه وبينزل فيديوهات عليه ما اقصدش يعني مش لايف يعني انت تروح سنتر لا مش سنتر في البيت اونلاين برضه يعني برضه يعني برضه اونلاين نفس الموضوع بس مش زوم يعني هو عنده موقع بينزل موقع موقع ما انا بقول لك بقى ربنا يسهل هو بص دي ظروف قاهريه افتضينا او لما افتضي هي الحكومه خلاص هي الحكومه كده هنعمل ايه ما هو السنتر ما موجود ما شاء موجود واخد بالك بس ما نقدرش نفتح ما حدش يقدر يفتح هو صعب جدا من السنات اللي عاملين ياخدوا حاجه على امل يفتحوا الحكومه مش هتفتح مش هتسمح لهم يفتحوا وبصالهم عاملين بياخدوا فلوس من الناس على ايه بس وحجز ايه وهي اصلا الحكومه مش هتخليهم يفتحوا تاني بس هو وضع بقى بينه وبينك انا شايف الوضع ده رحمكم للبهدله كنتوا بتقضوا اليوم كله في الشارع كان في ناس بتاخد 3 فلوس في اليوم في الشارع ياكل في الشارع ويجي له اسهال من اكل الشارع ويبقى قاعد في الحصص مدروخ وبتاع يعني انا اعتقد برضو يعني نستحمل الزوم ان كان له مساوئ نستحملها بس له ميزات كتير قوي رحمك للمواصلات والتنطيط في المواصلات والشارع والشتاء جايه والسقعه والمطره والحاجات دي كانت الناس بتتبهدل جدا فانا تعايش معاه وكل شويه نحسن وكل حاجه عايزها قول لي عليها وانا هتلاقي لي مرايه هروح مظبطها لك على طول ماشي يا ريس تمام بس تسلم شكرا اللي عايز اي حاجه انا موجود لغايه لما اخر طالب يخرج هم دلوقتي لسه في 8 قاعدين لو حد عايز اي حاجه يقول لي بقوا 7 بقوا 6 اللي قاعدين ها كله قام جري مره واحده مش بقى غير هادي عايز ايه هادي لو عايز حاجه هادي قول لي هادي لو عايز حاجه هادي لو عايز حاجه